بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. حصة جديدة موضوعها أفعال المقاربة. أفعال المقاربة هي كاد، أوشك، وكرر، وهي تعمل عمل كان، أي أنها تدخل على الجملة الاسمية فترفع المبتدأ ويسمى اسمها، وتنصب الخبر ويسمى خبرها. أمثلة: كاد، نقول كاد الطالب يفهم، كاد الطالب يفهم. كاد الطالب يفهم، الطالب اسم، كاد يفهم خبر كاد. السؤال الذي يطرح: هل فهم الطالب؟ الجواب: لا، لكنه اقترب من الفهم. وهذا هو معنى أفعال المقاربة. فالمقاربة عكس الابتعاد، فهي تحمل معنى قارب أو قرب. بالنسبة لي اسم كاد هنا مرفوع، خبر كاد جاء جملة فعلية، فعلها مضارع، كاد في الماضي، ويمكن أن نستعمل أيضا المضارع فنقول يكاد. نعم. أوشك، مثال: أوشكت السماء أن تمطر، أوشكت السماء أن تمطر. السماء اسم، أوشك أن تمطر خبر أوشك. لاحظوا هنا خبر أوشك جاء مقترنا ب أن، إذن خبر أوشك يكون مقترنا ب أن، وهذا هو الغالب. مثال آخر: فموشكة، هذا بيت شعري، فموشكة أرضنا أن تعود خلاف الأنيس وحوشا يباب. يبابا بمعنى، يبابا بمعنى خرابا. لاحظوا هنا عوض أوشك استعملنا موشكة، وموشكة اسم فاعل. لاحظوا أرض اسمه، أن تعود خبر. أوشك في الماضي، ويمكن أن نستعمل أيضا المضارع فنقول توشك. إن أوشك يستعمل منها الماضي والمضارع واسم الفاعل أيضا. الآن كرب، هكذا استعملت في ألفية ابن مالك، شعر أيضا. نقول كرب القلب من جواه،
يذوب حين قال الوشاة هند غضوب كرب القلب اسمه يذوب خبره جملة فعلية فعلها مضارع لكن هذا الفعل المضارع لم يقترن ب أن إذا نقول بالنسبة للفعل كرب يقل اقتران خبره ب أن بهذا نصل إلى القاعدة إذا خبر أفعال المقاربة يكون جملة فعلية فعلها مضارع أيضا يقل اقتران خبر كاد بأن فنقول كاد الطالب يفهم يمكن أن نقول كاد الطالب أن يفهم لكن الأفصح أن نقول كاد الطالب يفهم لأن خبر كاد يقل اقترانه بأن بالنسبة لي أوشك يكثر اقتران خبر أوشك ب أن معناه الكثير أن يقترن بأن لكن قد نجد أحيانا أنه لا يقترن بأن مثال أوشكت السماء أن تمطر بالنسبة لكهرباء يقل يعني قليل يقل اقتران خبر كهرباء هكذا ينطق ب أن إذن أفعال المقاربة هي كاد أوشك كرب وهي تعمل عمل كان أي أنها تدخل على الجملة الاسمية فترفع المبتدأ ويسمى اسمها وتنصب الخبر ويسمى خبرها خبر هذه الأفعال لأفعال المقاربة هو جملة فعلية فعلها مضارع يقل اقتران خبر كاد وكرب بأن فيما يكثر اقتران خبر أوشك بأن نكتفي بهذا القدر إلى أن نلتقي في حصة قادمة إن شاء الله والسلام عليكم.